السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضر معكم طاقة بغيزي على طريقة الزيت، لان كاين اللي ما تياكلش الزبدة ما كيبغيهاش، فانا غندير لكم ديال الزيت. طلبوني عليها البنات. عندي هنايا جوج بيضات، بيضتان. عندنا بالنسبة للخميرة 20 غرام ديال الخميرة الحلويات، والفاني 15 غرام ديال الفاني. عندنا كاس ديال السكر وكاس ديال الزيت. بالنسبة للسكر 140 غرام ديال السكر، بالنسبة اللي ما عندوش باش يعبر راه يدير الكاس. بالنسبة للزيت 120 غرام ديال الزيت، وبالنسبة للدقيق 440 غرام ديال الدقيق أبيض. صافي، كيف ما تتشوفوا غادي نديرو هنا جوج بيضات، وننزلو السكر، ونزلوا الفاني، صافي كنخلطوهم مزيان. كنضيفوا الزيت، كنزلوا الدقيق تدريجيا، بالنسبه لهذه اقتصاديه على اللي انا وريتكم ديك المره ديال الزبده. نضيف الخميره، المول كندهنوا بشويه ديال الزبده. نجيبوا ورق الطبخ او هذا السيليكون، من بعد ما دازت نص ساعه كنجيبوا العجين، كنرشوه هنا بالدقيق، كنجيبوا المدلك، صافي تنطلقوها على هذا الشكل. صافي كنهزوا الجلده بحال هكا او لا ورق الطبخ، تتحيدوا هاد الزوائد من هنا باش كتجينا دايره. صافي من بعد كنقادو هنا، كنجيبو الفورشيت كنتقبوها مزيان باش متنفخش لينا، كنجيبو ورق الطبخ. ممكن ديروا اللي بغيتو من اللوبيا الحمص باش مزات طلعش لينا. بالنسبه ليا انا هنا غادي ندير الحمص، غادي نديرو ونرجع معاكم. بالنسبه للكريم باتيسير او الكاسترد غادي نوريكم الطريقه. غادي ديروا جوج معالق كبار ديال الكاسترد باودر، وعندنا ملعقتين كبار ديال نيسلي في بلاصه السكر. انا ما غاديش ندير هنا السكر، جربوا الطريقه اللي كندير انا زوينه. عندنا نصف لتر من الحليب، كيف ما قلنا ملعقتين من الكسر وملعقتين من نيسلي حليب مكثف محلى، وغادي نديرو واحد فاني، وعندنا واحد فاني. صافي غادي نديروهم يطيبو. صافي كتبقاو تحركو حتى تيضيع قاد تيتقلع الخليط، ونرجع معاكم. كيف ما تتشوفوا ها هو الكاسترد كيجي على هذا الشكل، راه ما احتاجيت ما درت ليه لا زبده لا والو، هذاك الناس اللي كافي كيجي هكا زوين.
كيف ما تتشوف. صافي كنخويو الخليط على هذا الشكل. اللي بغى الطريقه الثانيه ديال الكاسترد اللي هي بالبيض غادي نحط لكم في صندوق الوصف، حتى هو كيجي لذيذ بزاف. درت لكم هاد لاطارت هادي حيت كاين اللي ما عندوش مع الزبده، كاين عنده حساسيه من الزبده ما تيبغيهاش، فدرت لكم هادي ديال الزيت. بالنسبه للتزيين بالنسبه للتزيين زينت على هذا الشكل، المهم تيبقى لكم الاختيار كيف ما بغيتوا تزينوا زينوا.